وغير بقى ان الدين بيعمل كل حاجه في بيدي الادوار، انه بيضفي ديمومه هذه الصوره عن طريق ان هي بتدي مهام الهيه مقدسه. يعني ايه؟ يعني ان دورك في دور الانسان ودور الرجل ودور المراه في المجتمع المسلم او المسيحي بالمناسبه او اليهودي ليهم دور مكلفين به من الرب. فبالتالي الدور الاجتماعي هنا مش هيبقى دور بسبب ثقافه، لا، ده الدور الاجتماعي هنا دور بسبب ان الرب عايز كده، ربنا سبحانه وتعالى خالق ان دي الطبيعه. فبالتالي المرأة اللي هتحس ان هي متمردة على الدور الاجتماعي اللي حصرها في الدور الخاص، الدور الام الاخت اللي هي تحت ولاية دائمة وفي قوامة من الرجل سواء اب او اخ او احيان ابن يكون له الولاية عليها، فهي مش عارفة تعمل ايه في الحاجة دي، مش قادرة تتحرر من الرجال، انا بدلها تحس ان هي لا، ده انا لازم استمر في هذا الحاجة. الحاجة اللي بالنسبة للنسوات شيء ظالم ولا ينتمي الى المساواة ابدا. انا بقول الحاجات دي كلها عشان ربنا عايز كده، وده النظام الطبيعي للاشياء فانت لو خرقتي هذا النظام فهتكوني مهرطقة وهتكوني مرتدة. لو انت طلعت على هذا النظام وانقلبتي عليه، الورث زيه الميراث، الحاجة كل حاجة زي الراجل زي الانثى، لا انا عايزة كل حاجة زي الانثى، والا كده هيبقى فيه ظلم، لابد من مساواة عشان احقق العدالة عشان ربنا عدل. فهنا الحاجات دي كلها بتقول لا تحت الاطروحه بتاعت ربنا العدل وبتاع ده تأويلات. هي الحقيقه ان الفكره كلها خطوره الاديان بشكل عام ان هذه الادوار بتصبح مقدسه، بتصبح عباده لربنا سبحانه، التعبد. المراه مهما كانت متمرده في الاسلام طبيعتها التمرد، لكن لما حد يقول قال الله وقال الرسول، لما دام عندها دين هتخشى الله سبحانه وتعالى، وهتحاول حتى أداة التأويل دي اللي هي بتعملها، هي بتحاول يا جماعة مش قادرة تواجه النص القرآني وتقول ده ظلم، فتحاول ترمي الظلم على حد، مش عارفة ترميه على مين، هترميه على الصحابة والفقهاء والعلماء، لأن هي مش قادرة تقرب من النص القرآني.